قصيد كثير في، لكن البرد ما ذكرت فيه شيء، ذكرت في الربيع في البر. يعني لو كشت البر او في البر يقول ابو سعد طال عمرك يقول سج الصحاري غايتي ومرادي في البرد، ولا في لهيب الكنه الله سمومها يجلى حزون وفؤادي، يبرد لهيب العله المكتنه اشب ناري واكسر البرادي، واجذب من الوقده وحمس البنه، ورقد تحت نجم السما بالوادي ولا براس الحزم على الجنه. ورقد تحت نجم السما بالوادي ولا براس الحزم على الجنه، هي ماكلي هي مشربي هي زادي هي جنه ما هي سوات الجنه، يا سويسره يا نياجره وش غادي وش عادي، رمثه تساوي كل ما في كنه، ولا لاح برق الوسم في الميعادي وتتابع الودان، يقول ولا لاح برق الوسم بالميعادي، واسقى الفياح اللي سوات الشنه وتتابع الودان، والرعادي منه من الله مال غيره منه، وضحت فيا في نجد ورد وكادي، ريحن في المعريح لها خنه، يا دار جوك مع جمال سهادي، يا دار نفسي بالوفاء ممتنه، يلي تسافر للسياحة غادي خذ من عبق نجد العذية كنة، ينسيك همك لا حداك الحادي في خايع الرخم الغنم ما جنة. يلي تسافر للسياحة غادي خذ من عبق نجد العذية كنة، ينسيك همك لا حداك الحادي في خايع رخم الغنم ما جنة، تشب رمث وتستمع للشادي مع طلوع الشمس روجع فنه، دار الملوك مطوعين العادي اللي بنجد حي وعمود السنه. السنه سلامك وانت سالم ما شاء الله عليك، الله يسلمك ابو سعد. سؤال خاص لك انت، في اذا جيت تصلح القهوه سواء في